تشارك السلطنة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في ظل ما تشهده حركة السياحة من نمو سياحي متصاعد في عدد سياح القادمين إلى السلطنة الذين تجاوز عددهم 2 مليون سائح خلال العام الماضي، فيما بلغت نسبة النمو السنوي خلال السنوات العشر الماضية حوالي 7.4%. وتوضح الإحصائيات أن عدد الليالي التي يقضيها السياح في السلطنة في العام الماضي بلغ 11,286,000 ليلة، كما أن إنفاق السياحة الوافدة بلغ 250,913,000 ريال عماني في العام 2014. المنشآت الفندقية والغرف والأسرة سجلت هي الأخرى نموا سنويا في عملية التنمية السياحية، حيث ارتفع عدد هذه المنشآت لتصل إلى 297 منشأة العام الماضي. وزارة السياحة وهي تشارك العالم الاحتفال بيوم السياحة تعمل على تنظيم حملات الترويج للمقومات السياحية التي تشتهر بها محافظات وولايات السلطنة من خلال مكاتب التمثيل السياحي بالخارج. القطاع السياحي العماني يشكل ركيزة مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كأحد القطاعات التي يعول عليها في تنويع مصادر الدخل والاستثمار الأمثل للمقومات السياحية.